أنا أذكر قصة أرويها لما فيها من فائدة لا لشيء إلا لما فيها من فائدة سنة من السنوات الماضية في ليلة سبع وعشرين كنت خارجا مع الوالد والجد رحمه الله إلى الحرم لصلاة التراويح وإذا سيارة بعيدة عن البيت وإذا الموسيقى عالية في ليلة سبع وعشرين الليلة التي تحرى أكثر أن تكون ليلة القدر فذهبت وإذا فيها مجموعة من الشباب قلت يا شباب اذا ما استطعتم تصلون مع الناس وتدعون الله عز وجل في هذه الليله المباركه اقل شيء اطفئوا هذا الصوت العالي. اوقفوا هذا الصوت فاغلقوه ثم قلت لهم هذا الحديث. قلت لهم هذا الحديث. حديث عائشه رضي الله عنها ثم قلت للقريب مني حفظت الدعاء؟ قال نعم، قلت اعده. فأراد أن يعيده ما عرف عليه مرتين ثم قلت أعده فأعاده قلت هذا كرروه اجعلوه على ألسنتكم ثم بعدها أنا نسيت القصة بعدها بتقريبا خمس أو ست سنوات ذهبت إلى جهة دينية في إحدى المدن والتقيت بالعاملين فيها ولما انتهيت جاء وجلس بجنبي شاب ملتحي سماه الخير قال لي تذكر الشباب الذين قصتهم كذا وكذا فذكرني ذكرت قال انا واحد منهم والله عز وجل هداني من تلك الليله يقول من تلك الليله جعلت هذه الدعوه على لساني ادعو الله واكررها حتى انشرح صدري وما كان في قلبي من محبة لأشياء باطلة ومحرمة يقول أذهبها الله عني ولهذا أقول ينبغي حقيقة ينبغي حتى أيضا أن نتعاون على هذا الأمر خاصة الآن وسائل الاتصال إذا تعرف أحد من أقربائك عنده معاصي عنده ذنوب أرسل له قل له أنصحك نصيحة لوجه الله أكثر من هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف أكثر في العشر من هذا الدعاء العظيم وان شاء الله سترى خيرا